ثاني سؤال بالأمس في مجلة الأخصار تبعت الحال المملكة المغربية وعطين بشدة وعن سماح السلطات الإسرائيلية وعن ما يسمى بمسيرة الأهل القدس المحتلة وما رفق ذلك من رفض قلوب على المسلمين والمسلمين في هذا الشمال. المغرب يرفض بشدة اقتحام مسؤولين إسرائيليين حكوميين وأعضاء في الكنيسة إلى بحرين جلد. جلالة الله محمد السادس الرئيس للقدس عبر أكثر من مرة على إدانة الشديدة لمثل هذه الاستفزازات التي تأتي إضافة إلى استفزازها لمشاعر المسلمين في العالم تأتي في وضعية أكثر تستمر في الدول الإسرائيلية على غزة ومن يخلفه من ضحايا من بين المدنيين. مثل هذه الإجراءات يمكن لها إلى تزيد الحركة احتقانية ويمكن لها إلى تزيد من التوتر في هذه المنطقة ويمكن لها إلى أن تقوي جهود الكهدئة وكل جهود المبذولة لوقف إطلاق النار ولحماية المدنيين وللمساهمة في إيصال المساعدة الإنسانية. المملكة المغربية اللي شعبة الملك لجنة القدس كترفض بقوة مثل هذه الاقتحامات إلى مسجد الأقصى المبارك وتطالب السلطات الإسرائيلية في القيام بما يلزم لمنع تكرار مثل هذا العمل وتطالب المجموعة الدولية مجلس الأمن والقوى الفاعلة بحماية المسجد الأقصى وحماية أماكن العبادة للمسلمين في مدينة القدس. شكرا. في العشرين يوتيوب بارتاجيو الفيديو ديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.